طبعا هذا من باب الإحسان، والإحسان الرحمة والشفقة بالآخرين حتى وإن كانت بهائم. نعم. التقوى كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: التقوى الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. هكذا عرفها علي رضي الله عنه وأرضاه. وتقوى الله سبحانه وتعالى يختلف من إنسان إلى إنسان، فأنت تتقي الله لا يعلم مقدار هذه التقوى إلا الله، غيرك ربما يكون أكثر منك أو أقل منك. كذلك متابعة الحسنات تمحو السيئات،